الستات لما بتتأخر عليهم الدورة سواء بسبب أو غير سبب بتبدأ أول حاجة يفكروا فيها هو أنا يعني هو أنا حامل؟ هو معقول أنا حامل؟ أول حاجة تيجي في بالهم إن هو روح اشتري لي بريجننسي تيست أو روح اشتري لي اختبار حمل من الصيدلية أو تنزل على الصيدلية أو تتصل بيه تقول له ابعت لي اختبار حمل حالا، تعمل اختبار حمل عشان تشوف إذا كانت هي حامل ولا لأ. وأوقات كتير أسئلة زي دكتور هو خط واحد يعني إيه؟ طب هو خطين يعني إيه؟ طب هو يعني إيه ديجيتال؟ هو يعني إيه مش ديجيتال؟ طب لو خط فاتح وخط باهت يعني إيه؟ طب لو خطين بس الخطين مش باينين قوي، طب هو أنا حامل ولا لأ؟ أسئلة كتير زي كده ممكن أحيانا بتجيب جنان وتبقى الواحد مش عارف إجابة. علشان نسهل الموضوع الحلقة دي النهاردة هنتكلم فيها ببساطة عن اختبار الحمل. وأنا بتكلم كتير ليه؟ يلا نبدأ. أنا عمرو بكر ودي من جوه الصيدلية. ولأن أكيد دعمكم بيفرق فكل دوسة على أي زرار سواء كانت لايك أو إنك تعمل شير لمحتوى الفيديو ده مع أي حد ممكن يستفيد منه، ده بيدعمنا جدا جدا جدا. في صندوق الوصف كمان هتلاقوا لينك لصفحة الفيسبوك والإنستجرام علشان نبقى على تواصل دايما مع بعض ويوصل لكم كل جديد. ادخل اعمل لايك واعمل انفايت لكل أصحابك وحبايبك إن هم يبقوا معنا. شكرا ليكم من كل قلبي على دعمكم. عمرو بكر. اختبار الحمل ده بيقيس ايه؟ بيقيس هرمون موجود في مجرى الدم فبيروح على البول. الهرمون ده بيتفرز من المشيمة او نقدر نقول بطانة الرحم. اول ما البويضة المخصبة تروح مغروزة جوه بطانة الرحم الهرمون ده اسمه ايه؟ HCG كرياتريك جونادو تروبين. العملية دي بتحصل بعد التبويض بقد ايه يا دكتور؟ بست ايام. وتركيز الهرمون ده سبحان الله بيتضاعف كل يومين او ثلاث ايام، وده اللي بيبان في تحليل الدم. سؤال تاني، امتى افضل وقت لاختبار الحمل؟ اغلب الانواع اللي موجودة في السوق بتقيس بنسبة 99% بعد يوم واحد من انقطاع الدورة. وطبعا كل ما زاد تركيز الهرمون ده في البول كل ما النتيجة كانت مضمونة اكتر. علشان كده افضل وقت هو بيكون في اول بول الصبح. ليه بقى؟ لانه بيبقى متركز كمية الهرمون في البول ده. وكل ما زادت حساسية الجهاز المستخدم والكفاءة بتاعته فهيقدر يقيس حتى قبل ميعاد الدورة. علشان كده بنلاقي انواع معينة موجودة في السوق بتقولك لحد 4 ايام من الدورة. طب ازاي لحد 4 ايام من الدورة؟ الهرمون ده بيبدأ يتفرز بعد 6 ايام من الانغماز. الاختبار ده بقى نوعية محترمة وحساس جدا، فهيقيس حتى لو كان فيه 1 مايكرو من تركيز الهرمون ده موجود هيقيسه وهتبان النتيجة. طيب عندي سؤال ثالث يا دكتور. فضل يا ست الكل، اعمل الاختبار ازاي؟ هو بصراحة سؤالك ده محرج، بس خلينا نبسطه. ازاي دي بتعتمد على نوع الاختبار اللي انت اشتريتيه. والنوع هنا انا ما بتكلمش على البراند هنتكلم عنه كمان شوية، بس هو في نوعين موجودين في السوق. نوع بيكون فيه شريط وفي الاخر كده بتتحط في المية، او الست بتمسكه من فوق وبتخلي الشريط ده في مواجهة مجرى البول على طول وهي بتعمل حمام من غير ما يبقى فيه كوباية او يبقى فيه حاجة تانية تبدأ تحط فيها تحليل ده. بعد كده تقريبا من 3 لـ5 دقائق النتيجة بتظهر. كل الحاجات اللي موجودة في حاجات يقولك والله دي بتظهر بعد دقيقة، لو بصيت شوية عليها يقولك والله دي في النتائج لما بتكون بعد البريود بيومين، لكن في الطبيعة هي بتاخد من 3 لـ5 دقائق ده الماكسيموم. النتيجة بتظهر ايه؟ يا اما بتظهر شريطين حمر او بتظهر في الانواع الجديدة كعلامة زائد. اما لو بانت شريطة واحد بس او بانت في الحاجات التانية كعلامة سالب فده معناه ان مفيش حمل وان شاء الله ربنا يكرم. ده كان بالنسبة لازاي للنوع الاولاني. النوع سهل. في نوع تاني، النوع التاني ده بيكون رخم شوية ومتعب. ده بيجي معاه قطارة كده لازم الست تاخد من البول، هتحتاجي كوباية تعملي فيها الحمام وبعد كده تاخدي منها 3 نقط وتحطي في الفتحة بتاعتها 3 نقط ونستنى برضو 5 دقايق والنتيجة بتظهر زي ما اتكلمنا، اما شريطين موجب يا اما شريطة واحدة او سالب. والنوع ده بيكون شوية ارخص الى حد ما، لكن بالنسبة لي انا صعب وغلبة وكوباية وهد روب وبتاع مقرف شوية. انا بحب ان هو اللي هو تستخدمه على طول ونخلص. هنيجي للسؤال الرابع. انا عارف هو لو ما طلعش خطوط خالص يبقى ايه العمل؟ ساعتها بيكون الاختبار اللي اشتريتوه غلط اصلا، نفسه مش شغال، تروح ترجعه وتاخد واحد تاني. لو طلع خط واحد بس احمر والخط التاني اللي معاه موجود بس باهت، ده معناه ايه؟ ده معناه ان احتماليه كبيره بنسبه 90% ان في حمل. لو الخط باين هيكون ده معناه ان تركيز الهرمون ده قليل شويه، فمعناه ان الخط ده باهت الى حد ما. طب احنا جاوبنا كده على 4 اسئله مهمين جدا. خلينا دلوقتي نيجي نتكلم عن الانواع او البراندات اللي موجودة
في السوق. وزي ما انتم عارفين السوق تقريبا مليان بانواع كتير جدا جدا جدا، في منها الرخيص جدا وفي منها الغالي جدا. في حاجات هنا عندنا مثلا في سوق الامارات في حاجات بتشتريها بخمس دراهم بسبع دراهم، وفي حاجات بتشتريها ب 150 درهم. ايه الفرق وليه الكلكعه دي؟ بصراحه خليني اقول لكم ان الموضوع في الاول وفي الاخر هو تسويق، شغل ماركتنج يعني، عشان حليلك البضاعه عشان انت تاخد، بس هو في الاخر بيدي نفس المفعول. فابو 15 زي ابو 5 زي ابو 10 مش فرق كتير، وهو بس لارضاء الكاستمر زي ما بيقولوا او الستات. يعني مثلا الشركات دلوقتي وصلت انها تعمل اختبار حمل بيحدد الاسبوع كمان، هو انت في الاسبوع الكام، سعره 150 درهم، سعره غالي. لما تيجي تبص في السوق على الانواع هتلاقي انواع عاديه وانواع مكتوب عليها ديجيتال. الفرق مع الديجيتال ده انه العلامات هتكون زائد وسالب بدل ما هي خطوط. انا بالنسبه لي مش فرق كتير، هما بيسمعوا عشان يريحوا نفسهم في موضوع الشرطه والشرطتين، بس برضو في الاخر كله يعني بيجيب نتيجه في الاخر. الست ممكن تعمله قبل ميعاد الدوره بثلاث اربع ايام، وده برضو انواع موجوده في السوق. الانواع دي حساسه شويه للهرمون اللي موجود في البول. الفرق ما بين الاختبار الدم واختبار البول هو تقريبا 1 على 10، يعني اختبار الدم بيقيس لحد تركيز 1، اختبار البول بيقيس من 8 ل 10، ففي فرق كبير. دلوقتي في اختبارات كتير جدا معموله الحساسيه بتاعتها عاليه جدا. كل ميزه من الميزات دي سواء موجوده او لا بتخلي السعر يضرب في 2 و3 واحيانا 10. انا عن نفسي بحب البساطه، بس بحب في نفس الوقت يكون الحاجه اللي بستخدمها فعاله وتجيب نتيجه مضمونه. لا نروح للغالي قوي ولا نروح للتحت بير السلم، خلينا في المتوسط كده. نبقى غطينا كل الاسئله اللي ممكن تيجي في بالك عن اختبار الحمل، ازاي وامتى واستخدمه ازاي وشريط وشريطتين وديجيتال ولا. ودمتم في رعايه الله وامنه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.